في سنة 2021 كان لجمعية حورية للمرأة الجزائرية العديد من الأنشطة والفعاليات، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها من أجل المساهمة الفعالة في ترقية المجتمع والدولة. بداية كانت سنة 2021 سنة انتخابات بامتياز، حيث شهدت محطتين انتخابيتين، الأولى التشريعية، الانتخابات التشريعية للبرلمان، ثم انتخابات المحلية. في هذا الإطار وفي إطار التمكين السياسي للمرأة، أطلقت جمعية حورية حملة وطنية تحت شعار بصمتي فرصتي. أهداف هذه الحملة هي أولا تشجيع المرأة على المشاركة السياسية من خلال الترشح ومن خلال التصويت، وكذلك البحث في التشريعات وفي القوانين الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة وكيفية تعزيزها وكيفية إثرائها. ثم من جانب آخر كانت لنا وقفة مع الجانب التشريعي القانوني، حيث وفي ظل تنامي ظاهرة أو ارتفاع أرقام ظاهرة فكر الرابطة الزوجية، أطلقت الجمعية سلسلة من المنتديات، وذلك في إطار منتدى القانوني لقانون الأسرة الجزائري للبحث بالنقاش والشرح مع الأساتذة والمختصين الجانب القانوني وكيفية إثرائه لمزيد من الحماية للمرأة ولأبنائها، خاصة المرأة المطلقة ويعني المرأة في وضع صعب. وهذا المنتدى يهدف أيضا إلى الخروج بتوصيات قانونية توجه للسلطات وللجهات المعنية من أجل إثراء الجانب التشريعي والقانوني الخاص بالمرأة. وكذلك فيما يخص ظاهرة العنف ضد المرأة، أطلقت جمعية حورية حملة وطنية تحت عنوان هي أمانة في طبعتها الخامسة، حيث نظمت الجمعية ندوة دولية تحت عنوان العنف ضد المرأة أو ظاهرة مناهضة العنف بين الواقع والمأمول، حيث تم نقاش بين باحثين وأساتذة وناشطين جمعويين هذه الظاهرة التي تعرف تناميا رغم التشريعات القانونية، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات الهدف منها التحسيس بأولا بخطورة هذه الظاهرة على الأسرة والمجتمع وكل الأفراد، وكذلك السبل والآليات لتعزيز مناهضة العنف والتقليل من هذه الظاهرة.